بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي، فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي. قوة العرب وقوتهم ولتنفجر. أنا من هنا وهنا أنا وأنا أنا وهنا أنا وأنا أنا. صوت حفيف خطى زعيم تحاصره دبابات العدو، يقاوم وحيدا، سلاحه إيمانه بعدالة قضيته وعزيمته الصلبة في الكفاح. حصار ياسر عرفات الأخير يختصر صمود الشعب الفلسطيني، شعب تتالت عليه قسوات الاستعمار وويلات التهجير وصنوف التقتيل والغدر والمؤامرات والخيانات. كوفية التمسك بالثوابت وقلم الدفاع عن الحق وسلاح الكفاح، مفاتيح ثلاثة يتوارثها الفلسطينيون جيلا بعد جيل. 70 عاما مضت على اندلاع جحيم التشريد. ماي 48 و900 تاريخ سماه العرب عام النكبة. فبعد تصويت الأمم المتحدة على قرار التقسيم لفلسطين، سارع اليهود بإعلان قيام دولتهم، وقامت الحرب الأولى بين العرب واليهود، خلفت تهجيرا لمئات الآلاف من أهل الدار، وبدأت المأساة. فلسطين، هذا القسم الجنوبي الغربي للشام، صلة الوصل بين إفريقيا وآسيا، أرض الكنعانيين، وهم أول من استوطنوها، جاءوا من جزيرة العرب. فلسطين، أرض الأنبياء، ومبعثهم عليهم السلام، من إبراهيم الخليل وإسماعيل وإسحاق ولوط ويعقوب ويوسف وداود وسليمان وصالح وزكريا ويحيى إلى ميلاد المسيح عليه السلام. والقدس، مسرى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قبلة المسلمين الأولى. لم يكد القرن 19 يطوي آخر أعوامه حتى غرست بذرة المظلمة الكبرى التي ستجني على شعب بأكمله، الفلسطينيون. إنها فكرة الصهيونية، نظرية عنصرية استعمارية بغطاء ديني طائفي. في 97 و800 انعقد المؤتمر الأول للمنظمة الصهيونية العالمية في بازل بسويسرا بزعامة منظرها تيودور هيرتزل. الصهيونية تتبنى إقامة الدولة اليهودية على أرض فلسطين غصبا عن أهلها وبكل الطرق، مغلفة ذلك بأسطورة العودة إلى أرض الميعاد التي طردوا منها في غابر الزمان. كانت أرض فلسطين حينذاك تحت سيطرة الإمبراطورية العثمانية المتهالكة، تلفظ آخر أنفاس هيمنة دامت 5 قرون متصلة، وشرع بعد في تقطيع أوصالها الممتدة على 3 قارات، وكانت هدفاً لتربص القوى الصاعدة لأوروبا. تيقنت الحركة الصهيونية أن الفرصة حانت، لأن الضعف والتمزق للإمبراطورية
سيمكنها من المناورة والمخاتلة في فلسطين. ما إن انتهت الحرب العالمية الأولى حتى اقتسمت القوى المنتصرة الشرق الأوسط، عندما رسم الفرنسي جورج بيكو والبريطاني مارك سيكس بقلمين ملونين خطا على خريطة المنطقة العربية قسماها بينهما. فأخذت بريطانيا العراق وشرق نهر الأردن والخليج، في حين أعطاها تفويض أممي حق الانتداب على فلسطين، وعادت سوريا ولبنان إلى فرنسا. في الأثناء أصدر وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور تعهدا من أغرب العهود بين الأطراف في تاريخ العلاقات الدولية، إذ أعطى أرضا لا يملكها إلى من لا يستحقها دون استشارة من يسكنها. إنه وعد بلفور، وهو رسالة من الوزير البريطاني إلى الثري اليهودي ممول الحركة الصهيونية روتشايلد، تتعهد بمقتضاها بريطانيا بإنشاء وطن قومي لليهود على أرض فلسطين. سرعان ما دعم روتشايلد بعد هذا الوعد الدكتور حييم ويزمان ليتوجه نحو فلسطين ناشراً المستوطنات اليهودية. منذ ذلك الحين نشطت الهجرة الاستيطانية اليهودية، فقفز عدد اليهود من 55,000 سنة 1790 إلى 646,000 سنة 1848. خضعت فلسطين إلى الحكم البريطاني. في الأثناء بدأت الحركة الوطنية الفلسطينية في التشكل والتنظيم كرد فعل على هذه المؤامرة الدولية التي بدأت تستحكم أركانها ببذل المستوطنين اليهود القادمين من الشتات. وبلغت الحركة المضادة لهذا الغزو الاستيطاني مدارها في الثورة الكبرى بين عامي 36,900 و39,900. وكان أبرز قادتها مفتي القدس الأمين الحسيني والقائد عبد القادر الحسيني، بعد أن سبقهما في الكفاح والشهادة عز الدين القسام. وانتهى الأمر بهذه الهبة الكفاحية بإصدار بريطانيا الكتاب الأبيض الذي يجنح إلى تأكيد الحق الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته. ولكن اندلعت في أثناء الحرب الكونية الثانية، وسيكون لنهايتها وانتصار الحلفاء أو خمل عواقب للشعب الفلسطيني. أثناء هذه الحرب اضطر مفتي القدس الأمين الحسيني للتعاون مع الألمان، باندحار الألمان في 45,900. استغلت الحركة الصهيونية ما حدث لليهود من عزف بأوروبا وجيشت المشاعر بالتهويل وبغرس مركب الشعور بالذنب، ونشطت آلة الدعاية الصهيونية المسيطرة على الإعلام الغربي والدعية إلى غرس فكرة تجميع اليهود على الأرض الموعودة. وأرهبت الحركة الصهيونية اليهود في شتى أصقاع العالم بأن لا خلاص لهم من الاضطهاد في أوطانهم إلا بالهجرة نحو الأرض الموعودة فلسطين. فجهزت البواخر وبذلت أموال أثرياء اليهود المسيطرين على ثروات بأمريكا وبريطانيا، وأصبحت نيويورك مركز استقطاب للحركة الصهيونية بديلاً عن بريطانيا.
تضاعف عدد المستوطنين الذين جمعوا أنفسهم في شكل ضيعات مشتركة بينهم على نمط التعاونيات، وكونوا فيها عصابات مسلحة بحجة حراستها، وستكون فيما بعد نواة لجيش الاحتلال. تصاعدت المناوشات بين الفلسطينيين واليهود، وطال العمل الإرهابي الصهيوني سلطات الانتداب البريطاني للسعي لإخراجها والحلول مكانها في خطة مدبرة لإقامة فراغ يملؤونه فوراً في غفلة من أهل الأرض. وبلغ الإرهاب الصهيوني أوجه بتفجير مقر المندوب البريطاني بنزل الملك داود، فلم تتردد بريطانيا في الإعلان عن نيتها الخروج من فلسطين. أصدرت الجمعية الأممية للأمم المتحدة قرارها الذي ينص لأول مرة على تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، وهو القرار رقم 181. سندته على الفور أمريكا، ودعمه الاتحاد السوفيتي. فأعطى القرار 54% من أرض فلسطين لليهود، والحال أن هؤلاء لا يمثلون سوى ثلث السكان، ولا يمتلكون واقعا على الأرض سوى 6% من التراب. قرار جائر للتقسيم، فاز ب 33 صوتا بنعم مقابل 13 ضد، وامتناع 10 بلدان عن التصويت. وقد لعبت الأموال الصهيونية المتدفقة على إرشاء الدول الصغيرة لتوجيه التصويت. كان القرار صدمة للعالم العربي والإسلامي، ولم يتقبل إطلاقاً التقسيم. عول الفلسطينيون بعد القرار مباشرة على أنفسهم، فهبوا لمقاومته وحافظوا على 80% من أرض فلسطين. لكن ما إن غادر جيش الاحتلال البريطاني فلسطين حتى هب زعيم الصهاينة بن غوريون إلى إعلان دولة لليهود سموها إسرائيل مساء 14 من ماي 48 و900 وألف. لم يكد يوم الإعلان عن هذا الكيان يمضي حتى هاجمت جيوش الدول العربية دخل الجيش المصري من الجنوب واستولى على غزة، وهجمت القوات الأردنية والعراقية في جبهة الضفة الغربية والقدس، وتلاها السوريون واللبنانيون من الشمال. ولكن الخيبة الكبرى برزت في الأفق بالهزيمة المدوية للجيوش العربية في صراعها مع عصابات صهيونية يقودها ضباط يهود شاركوا ضمن قوات الحلفاء في الحرب العالمية. استولت الميليشيات الصهيونية على 3/4 أرض فلسطين، وكان أبرز ما يلفت النظر في إعلان دولة إسرائيل أنهم لم يحددوا في مواثيقهم التأسيسية حدوداً للدولة الجديدة، وهي أول دولة لا تعلن عن حدودها. وهنا تكمن تفاصيل المؤامرة. فالفكرة الصهيونية استعمارية توسعية لا تعترف بحدود، في انتظار ما سموه بإسرائيل الكبرى المدعاة، ولا دستور لها، لأن الصهيونية مبدأها العنصرية ضد الأقوام الأخرى والطوائف غير اليهود، يجيزون ضدهم كل تجاوز. عاثت العصابات الصهيونية رعباً في القرى الفلسطينية، وبدأ التهجير، وولدت مأساة اللاجئين، وحدثت مجزرة دير ياسين. فاليهود اتبعوا سياسة الترهيب بتأسيس جماعات إجرامية عقائدية مسلحة، إيركون وشترن وهاغانا. هاجر الفلسطينيون أرضهم وسكنوا الخيام بصحراء الأردن في العراء،
ظروف قاسية. والغريب أن العصابات الإجرامية الدموية تكونت من عناصر ستكون على رأس دولة إسرائيل مستقبلا، مثل ملاحيم بيجن وإسحاق شامير وجولدا ماير. لأول مرة تقطع الوصل بين طرفي فلسطين. الضفة الغربية التي تحكمها الأردن وغزة تحت السيطرة العسكرية المصرية، وبات الفلسطينيون الذين بقوا تحت سيطرة الدولة الإسرائيلية يسمون بفلسطينيي 47 و900 و1000. تم التوقيع على اتفاقيات رودز، وهي هدنة بين العرب وإسرائيل رسمت خطا أخضر يحدد وقف إطلاق النار بينهما، وأصبح بمثابة الحدود غير المعلنة. سيطر اليهود على الساحل الفلسطيني وعلى صحراء النقب بالجنوب، واستولوا على تلك الأرض الخضراء الخصبة وارفة الظلال الجليل. اتحدت إمارة شرق الأردن مع الضفة الغربية، ونصب الأمير عبد الله ملكا عليهما، ولكنه سرعان ما اغتيل عندما كان يتأهب لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى، وكاد حفيده الحسين يسرع إلى جنبه لولا الوسام على صدره، فارتدت فوقه الرصاصة القاتلة. تولى العرش الأردني الابن طلال، وأجبر بعد أشهر على التنحي سريعا لفائدة الحفيد الحسين، وهو لا يزال غض الصبا. في خضم هذه الأحداث التي غيرت خريطة الشرق الأوسط، هز حدث جديد الساحة، وكان له وقع كبير في تزاحم الوقائع الهائجة بشرق يموج بالتقلبات، إذ قام الضباط الأحرار في مصر بانقلابهم على الملك فاروق، وتولى الجيش المصري السلطة بقيادة الجنرال محمد نجيب. حدث سيقلب مسار الصراع العربي الإسرائيلي، فهذا الانقلاب أعطى شحنة جديدة وأملا كبيرا يقطع مع الأجواء السائدة بعد نكبة 48 و900 و1000 وهزيمة القوات العربية والمصرية بالخصوص. وبلغ الزخم الثوري ذروته عندما تولى القلب النابض لثورة يوليو جمال عبد الناصر الحكم سنة 54 و900 و1000، وبرز زعيما موحدا للطاقات العربية، ملهبا لحماس الجماهير بخطبه، وأولى القضية الفلسطينية الأهمية المركزية، إذ كان عبد الناصر القادح لشرارة طيار القومية العربية التي تبناها، والمؤمنة بوحدة مصير أمة من المحيط إلى الخليج. ولا يمكن بأي حال من الأحوال. ولم تمضي سنة 56 و900 و1000 حتى أعلن عبد الناصر فجأة تاميم قناة السويس التي كانت تسيطر على مقاديرها وأموالها ومداخيلها الكبيرة، شركة عملاقة ذات نفوذ سياسي كبير، فتألبت مصالح فرنسا وبريطانيا وتلاقت مع مطامع إسرائيل التوسعية، وشنوا هجوما ساعقا سمي بالعدوان الثلاثي على القوات المصرية. احتلت القوات الإسرائيلية غزة ثم شبه جزيرة سيناء، لكن التهديد النووي السوفيتي بقصف عواصم العدوان والرفض الأمريكي للعملية قلب المعادلة، فانقلبت الهزيمة انتصارا مدويا للرئيس جمال عبد الناصر، وانسحبت القوات الغازية، انتصار ولد موجة من الانتشاء والنخوة والصحوة لدى جماهير المنطقة، فكان أن تأسست الجمهورية العربية المتحدة، كيان يضم مصر وسوريا في دولة واحدة تضع إسرائيل بين فكي الكماشة. حماس فياض لردع التوسع الإسرائيلي
زاد ضراوة بنجاح انقلاب العراق حين دك الجيش العرش الملكي وتم القضاء على الأسرة الهاشمية في مجزرة قصر الرحام الرهيبة، فقتل الملك الشاب فيصل ورئيس وزرائه نور السعيد، واستولى المشير عبد الكريم قاسم على الحكم. وكرد فعل استباقي لوقف هذا المد الثوري، قامت القوات الأمريكية بعملية إنزال في لبنان لحماية الوضع بالأردن الذي بدأ في اتحاد هاشمي مع أبناء العمومة في العراق قبل مأساة سقوط العرش ببغداد. أما الفلسطينيون فقرروا امتلاك مصيرهم السياسي واستعادة قرارهم بتأسيس تنظيم فلسطيني يتحكم في نشاطه الكفاحي، فولدت حركة فتح، حركة التحرير الفلسطيني برئاسة مهندس شاب لم يبرز اسمه بعد في السماء الملبدة للزعامات العربية، ياسر عرفات، صحبة جمع من شباب فلسطين، خليل الوزير أبو جهاد، وصلاح خلف أبو إيان، وفاروق القدوم أبو اللطف. بقيت مسألة توحيد الموقف الفلسطيني الرسمي. قررت الجامعة العربية تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، واتضحت ملامح الهيكل الجديد أثناء القمة العربية بالقاهرة سنة 64 و900 وألف، وكانت أول مؤسسة سياسية تجمع الشمل الفلسطيني، وتولى خطيب مفوه يتقد حماسا رئاسة المنظمة الوليدة إنه أحمد الشقيري، زعيم صعب المراس ساهم في إرساء الميثاق القومي الفلسطيني بمثابة دستور يجمع الفلسطينيين ويرفض كل تنازل عن أي جزء من الأرض وعدم الاعتراف بغاصب الأرض. وفي الأثناء تلقى الوئام العربي ضربة موجعة بإعلان الانفصال في سوريا وخروجها عن الوحدة مع مصر، إذ أن التيار القومي العربي سدته الخلافات الأيديولوجية وصراع النفوذ ببروز حزب البعث العربي الاشتراكي وسيطرته على الحكم في بغداد إثر مقتل عبد الكريم قاسم. وفي سوريا لاقى تعليم منظر البعث ميشال عفلق نجاحا إثر الانفصال عن مصر، كما تصاعد الخلاف من جهة أخرى بين مصر والسعودية، وبلغ صدام ذروته حين اندلاع حرب اليمن أين استنزف الجيش المصري طاقته في الصراع بين الخصوم الجمهوريين والإماميين. وفي ظل الحماس التعبوي والإعلامي الرافض لكل حل للتسوية مع إسرائيل، وفي هذه الأجواء المشحونة بإرادة الثأر من هزيمة واحتلال 48 و900 وألف، برز رأي حكيم ومتزن، رأي عبر عنه بكل جرأة الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة خلال جولة قام بها الزعيم التونسي إلى المشرق، بدأت باستقبال عبد الناصر الحاري له، ثم تلتها زيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية عرج فيها على مخيمات اللاجئين ورأى بعينه ما يعانونه من بؤس وقساوة وشظف عيش. وبعد أن صلى بالمسجد الأقصى بالقدس وتفقد المقاتلين في معسكرات تدريبهم، ألقى في جموع الفلسطينيين المجتمعين بأريحة خطابا قطع مع النزعة العاطفية الجامحة السائدة آنذاك، وقال بصراحة أن الخطب الحماسية لا تغني من احتلال ولا تسمن من بؤس التشرد، وأن على الفلسطينيين أن يعولوا على أنفسهم في الكفاح فهم المعنيون. ثم كانت الصدمة آنذاك باقتراح بورقيبة الاعتراف بالتقسيم، لا تسليما بأمر واقع ولكنها خطوة إلى الأمام كما عبر عنها، لاسترجاع ما سلب شيئا فشيئا. فالاعتراف يفضي إلى غطاء أممي لدولة فلسطين مهما كان التعسف في رقعتها، وهي ضمان للانطلاق في استرجاع المزيد.
لم ينتهي الخطاب حتى تجندت أبواق الإذاعات العربية المشرقية لمهاجمة الرئيس بورقيبة ونعته بما لا يوصف، فألغى زيارته للعراق احتياطا، وعادت الخصومة على شدها مع عبد الناصر، رغم أن بورقيبة علمه مسبقا بما سيقوله ووافق عبد الناصر، لكن الانجرار لضغط العاطفة الجامحة للجماهير أحبط المساعي. عند انتصاف الستينات تصاعد الزخم الحماسي للجماهير العربية، وبلغت التعبئة ضد العدو الغاصب أوجها، وباتت أبواب الحرب تدق، وأصبح الاستقطاب العالمي ضد الحرب الباردة واضحا في المنطقة. الاتحاد السوفيتي بتسليح سوريا ومصر والعراق بالعتاد، والمعسكر الغربي إسرائيل. وزاد تواصل الارتباط بين موسكو والقاهرة إثر رفض واشنطن دعم بناء سد العالي بمصر، فكان رد الزعيم السوفيتي بالمساهمة مباشرة في تشييد هذا الصرح العملاق الذي يحمي مصر من الفيضان ويضمن حسن التصرف بمياهه في البحيرات المشيدة على نهر النيل. تفاقمت نذر الحرب، وتحمست القيادة السورية للمنازلة بعد أن أعدمت أخطر جاسوس إسرائيلي وصل إلى أعلى مراتب قادتها إلي كوهين، الذي خدع الجميع في دمشق. في كل هذا الخضم كان الفلسطينيون الذين يعانون مرارة التهجير وقساوة المخيم ينتظرون بصبر وشغف ما أن هذه النذر وطبول الحرب تقرع، يمنون النفس بانتصار للجيوش العربية ينهي عذاباتهم. في خطوة مفاجئة تقطع مع الجفاء مع عبد الناصر، حل الملك الحسين يقود طائرته إلى القاهرة، وقرر وضع قواته تحت قيادة مصرية، وسارع عبد الناصر بطلب مغادرة القوات الدولية على الحدود مع إسرائيل، وأغلق مضايق البحر الأحمر في وجه الملاحة، وكان الكل ينتظر ساعة صفر تحبس الأنفاس. لكن القوات الإسرائيلية فاجأت الجميع بقصف كامل أسطول الطيران المصري وهو جاثم بمطاراته. تحطمت القوة الجوية المصرية بالكامل في رمشة عين. ورغم الخطب والبيانات الحماسية لراديو صوت العرب المبشر بالانتصار المبين، استفاق العرب مرة أخرى على وقع هزيمة النكراء. في ساعات قليلة تمكن اليهود من احتلال ما تبقى من أرض فلسطين بالكامل. دخلوا القدس، احتلوا قطاع غزة التي كانت تحت سلطة الحاكم العسكري المصري، وأسروه دون مقاومة تذكر، بل زادوا على ذلك بإعادة نفس خطة 56 و900 و1000 عندما احتلوا شبه جزيرة سيناء، ووصلوا إلى مشارف القناة مرة أخرى. وفي الشمال، ورغم المقاومة الباسرة للجيش السوري، سقطت هضبة الجولان بأكملها. تعمقت مأساة التهجير بتشريد أكثر من 250,000 فلسطيني انضموا إلى أسلافهم المكتوين بنار نكبة 48، وادعى أهل يافا بساتين برتقالهم الناظرة، وأهل نابلس جنانهم العامرة. ثم سقطت أم المدائن وأولى القبلتين بأكملها، وبدأت يد التخريب ومعاول الهدم في تهويد المواقع وتدليس الأسماء بأخرى مستوحاة من الأساطير المؤسسة للحركة الصهيونية. ثم نشطت الجرافات بالحفريات تحت المباني العربية بحثا عن آثار مزعومة، وشرعوا في هدم حي المغاربة الذي هو على ذمة الحجيج التونسيين والمغاربة والجزائريين، واستبدل حائط البراق بحائط المبكى. ثم بدأ المخطط العنصري الاستيطاني ببث سرطان تمكن من قضم الأراضي الفلسطينية بإنشاء مستوطنات استعمارية حول القدس لتهويد الأرض.
حاول عبد الناصر درء الهزيمة بالاعتراف بالمسؤولية عن النكسة، وقرر الاستقالة الفورية والكاملة التي سرعان ما تراجع عنها تحت ضغط الجماهير الرافضة للاستسلام للهزيمة. الجماهير العربية لم تستوعب بعد ما جرى تحت هول تأثير الصدمة. حاول القادة العرب استرجاع ثقة الشعوب العربية بإعلان لاءاتهم الثلاث في قمة الخرطوم: لا صلح ولا اعتراف ولا مفاوضات مع العدو. خطط عبد الناصر لإعادة بناء القوات المسلحة، ودخل مع سوريا في حرب استنزاف ضد إسرائيل. دعمت الدول العربية هذا المجهود، وخاصة الملك السعودي فيصل والرئيس الجزائري الهواري بومتين. أصدر مجلس الأمن الدولي قراره الشهير عدد 242 القاضي بالرجوع إلى حدود ما قبل السادس من جوان 67 و900 ألف، وأصبح مرجعا دوليا للجميع. ولكن في خضم هذا الانحسار المكدر برز أمل جديد للشعب الفلسطيني حتى يأخذ مصيره بيديه، وتمثل في ميلاد أكثر فترات العمل الفدائي كثافة جلبت أنظار كل العالم لهذا المجاهد الفدائي الفلسطيني من 67 و900 ألف إلى 70 و900 ألف. كانت حدود الأردن ميداناً مفتوحاً على مصراعيه للعمليات، بلغت أوجها في معركة الكرامة سنة 68 و900 ألف، وكانت المرأة الفلسطينية جنباً إلى جنب مع الفدائيين يتقاسمون الأعباء القتالية. وسطع نجم ليلى حداد ودلال المغربي وغيرهن بشجاعتهن وسخائهن فداء للقضية، وشد أنظار العالم حادث اغتيال المرشح الذي كان سيكون رئيساً للولايات المتحدة روبرت كينيدي من قبل فلسطيني من مواليد القدس سرحان بشارة سرحان، وكان ذلك رداً عنيفاً على انحياز الإدارة الأمريكية إلى الدولة العبرية، وانتقاماً من نكسة الخامس من جوان. وقع ما لم يكن في الحسبان، ماساة أخرى، وهذه المرة سال الدم الفلسطيني بأياد عربية، وتقاتل الإخوة فيما بينهم، فقد تفاقم الخلاف بين السلطات الأردنية والفصائل الفلسطينية التي أحكمت قبضتها على جزء كبير من الأردن، وتوجس العرش الأردني من العمل المسلح الفلسطيني الذي بدأ يهدد وجود النظام الملكي. وزاد الأمر تعقيداً موجة تحويل الطائرات وتفجيرها بصحراء الأردن من قبل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. اندلعت الحرب بين الجيش الأردني والمنظمات الفلسطينية، وحوصرت المخيمات، وقصفت ليلاً نهاراً، وبات الأمر على شفا هوية مرعبة تهدد بمجازر وتصفية نهائية للوجود الفلسطيني. لم ينقذ ياسر عرفات المحاصر مع قواته إلا حلول المبعوث العربي الوزير الأول التونسي الباهي لضغم. إنها مأساة أيلول الأسود. عقد عبد الناصر قمة على عجل بالقاهرة، وجمع الملك حسين بياسر عرفات
لإتمام اتفاق إجلاء المقاتلين الفلسطينيين عن الأردن، وكان لبنان اختير مقرا جديدا لهم، وأجليت القيادة الفلسطينية عن المخيمات. وما إن ودع عبد الناصر القادة العرب بالمطار حتى عجلته المنية، فتوفى مخلفا صدمة الفراغ بمصر وعند الرأي العام، سيما وهو المسيطر على الساحة منذ الخمسينات. وأخذ أنور السادات المشعل والحمل الثقيل للثار من هزيمة يونيو. أول رد فعل للفلسطينيين على ماسات المخيمات بالأردن اغتيال رئيس الوزراء الأردني وصف التل بالقاهرة. فقد الكفاح المسلح الفلسطيني ساحة النزال المباشر مع عدوه على طول الحدود الأردنية الإسرائيلية. حولت القيادات الفلسطينية ساحتها نحو جنوب لبنان وبيروت، وحولتهم إلى منصة انطلاق جديدة للصراع مع إسرائيل. ما لبث أن عاد ذكر الكفاح الفلسطيني عالميا بتنفيذ عملية الهجوم على الوفد الأولمبي الإسرائيلي بالألعاب الأولمبية بميونخ بألمانيا. في أكتوبر 73 و900 و1000 برزت بريقة أمل في سماء الصراع العربي الإسرائيلي بشن القوات المصرية وسورية هجوما كاسحا اقتحم فيه الجيش المصري خط برليف على ضفة القناة، وتم العبور إلى سيناء المحتلة. كانت حرب العبور التي خطط لها الرئيس أنور السادات كانت رجة أيقظت المشاعر المحبطة من سباتها، وعادت الأمل إلى الفلسطينيين في استرجاع الأرض السليبة. ولأمتنا العربية كلها. أصبح لمنظمة التحرير الفلسطينية الصفة الرسمية للممثل الشرعي والوحيد الناطق باسم الشعب الفلسطيني. قرار اتخذته أولاً القمة العربية بالرباط، ثم عقب ذلك الظهور التاريخي الرسمي العالمي للزعيم عرفات بالأمم المتحدة. عرفات مر في طريقه إلى نيويورك بالزعيم بورقيبة، وكان خطاب عرفات الشهير: لا تسقط الغصن الأخضر من يدي. لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي، وببندقية الثائر في يدي، فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي. واصلت القوات الإسرائيلية في الأثناء سياسة التهويد والتهجير والاستيطان، ولم تسلم حتى المقدسات المسيحية ببيت لحم والناصرة، وقامت بسجن أسقف القدس كابوتشي. نحن معا وسويا وجنبا إلى جنب، حتى النصر، حتى النصر، حتى النصر. وبعد بلوغ النشاط الكفاحي الفلسطيني أوجهه وغليان الساحة اللبنانية، اختارت إسرائيل سياسة الاغتيالات، وقام الموساد برصد وقتل القادة الفلسطينيين الحركيين البارزين مثل غسان كنفاني
ووائل زعيتر ممثل المنظمة بروما، ومحمود الهمشري ممثلها بفرنسا، وباسل الكبيسي. وكانت الجريمة الكبرى باغتيال ثلاثة من أهم أركان المنظمة دفعة واحدة، وهم كمال عدوان وكمال ناصر وأبو يوسف النجار. ثم انضم إلى قافلة الشهداء القائد العسكري المقرب من أبي عمار علي حسن سلامة، عندما فجرت سيارته ببيروت واقتيل بباريس عز الدين قلق. ولم يسلم رئيس منظمة الساعقة زهير محسن عندما اقتيل في كان بفرنسا. ثم أتى دور الشهيد ماجد أبو شرار وقائد القوات الفلسطينية بلبنان سعد صايل، وانفجرت في وجه القيادي بسام أبو شريف رسالة مفخخة. أما وديع حداد فودع بنفس السم الذي سيسقى به عرفات، لكن موقع الكفاح الفلسطيني انطلاقا من لبنان نحو الأراضي المحتلة لم يسلم من الانتكاس عندما اندلعت الحرب الأهلية اللبنانية ذات ربيع من عام 75 و900 وألف، إثر الهجوم على حافلة نقل فلسطينيين في عين الرمان ببيروت. انقسم الوضع الملتهب بلبنان بين فصيلين متقاتلين، القوات الفلسطينية وحلفاؤها من الأحزاب والتنظيمات اللبنانية التقدمية والوطنية، ومن جهة أخرى الميليشيات المسيحية المسلحة والأحزاب المشرفة عليها، وعلى رأسها حزب الكتائب ومؤسسه بيير جميل، ثم خلفه ابنه البشير. استنزفت هذه الحرب الطاقات النضالية الفلسطينية وأغرقتها في أتون صراع داخلي هي في غنى عنه. تفاقمت مأساة اللاجئين بلبنان بحصار أكبر المخيمات في تل الزعتر، وزاد دخول القوات السورية تحت غطاء قوات الردع العربية من حدة الانقسام بين الميليشيات المتناحرة. خسرت منظمة التحرير في الأثناء أكبر حليف لها في لبنان الزعيم الدرزي كمال جنبلاط الذي اغتيل، وانقسمت بيروت إلى شرقية وغربية، وبدأت تشق منظمة التحرير تكتلات تشجعها بعض الدول العربية النافذة، كما احتد التطرف بالبعض إلى حد اغتيال الفلسطينيين بأيادي فلسطينية، مثلما الحال لتنظيم القائد الفلسطيني المنشق عن فتح أبو نضال صبري البنا وما جره وراءه من تراجيديا الدم المسفوح بعنوان النقاء الثوري. وفي الأثناء كان أهل الداخل الفلسطينيون يعانون مرارة عسف الاحتلال وصعوبة العيش في الكفاف لولا إعانة وكالة غوث اللاجئين، مشتتون بين مخيمات الأردن وسوريا ولبنان. في خضم هذه الأجواء الملبدة وقع حدث لم يخطر على بال وزاد من تشتيت شمل العرب ضد إسرائيل، فقد اتخذ الرئيس المصري أنور السادات قراره المفاجئ بالسفر نحو القدس المحتلة وإلقاء خطاب في الكنيست وسط بهتة الجميع. عرض السادات السلام على إسرائيل، وبعد أخذ ورد في المباحثات وقع التغافل عن الشأن الفلسطيني وعقدت معاهدة كامب ديفيد، إذ ترجع سيناء إلى مصر مقابل التوقيع على السلام مع شروط مجحفة تمنع الوجود العسكري على شبه الجزيرة. وكانت النتيجة عزل الدول العربية لمصر ومقاطعتها. لم يعيش السادات لحظة رجوع سيناء للوطن الأم، إذ تم اغتياله وهو يحتفل بعيد حرب أكتوبر في حادث المنصة بعد استعراضه للجيش المصري. وباغتيال أنور السادات وصعود حسني مبارك للحكم بدأت مصر في الرجوع لحضنها العربي. زادت الأجواء العربية تعكرا باندلاع الحرب العراقية الإيرانية، واستغلت إسرائيل هذه الحرب تقصف المفاعل النووي في إيران. لكن حدثا آخر سيغير من ميزان القوى ويرج الكفاح المسلح الفلسطيني، ويتمثل في غزو القوات الإسرائيلية للبنان. اقتحمت دبابات شارون الشريط الحدودي الذي كانت أقامته بجنوب لبنان،
ونصبت عليه عميلها الضابط اللبناني المنشق سعد حداد صيفة 82 و900 و1000. قوات أريال شارون تكتسح لبنان وتصل إلى مشارف بيروت رغم المقاومة العنيفة للفلسطينيين وحلفائهم اللبنانيين. حاصر شارون بيروت وتتالى القصف ليلا نهارا. استبسل الفلسطينيون ولم يستسلموا، وبتدخل أمريكي تم الاتفاق على خروج القوات الفلسطينية نهائيا من بيروت نحو تونس. فكانت تغريبة جديدة مجعة للنضال الفلسطيني الذي سيجد نفسه لأول مرة بعيدا عن أرض المواجهة، وبعد فقدان الساحة الأردنية ها هو يفقد الساحة اللبنانية ويتشرد المقاتلون بعيدا عن الجبهة. استقبل المقاتلون في تونس استقبال الأبطال وطويت مرحلة لتبدأ أخرى، ما إن غادرت القوات الفلسطينية بيروت حتى انبرت الميليشيات المسيحية بكل غل وإرادة ثأر تقتحم المخيمات الفلسطينية تحت رعاية شارون. وكانت مجزرة صبرة وشتيلة، تراجيديا دموية فاقت في بشاعتها التصور، ظلم حاقد لشعب لم يسلم حتى وهو مشرد في الشتات يعذب ويقتل ويذبح. صدم العالم من هول الماساة، وقتل الرئيس المنتخب اللبناني بشير الجميل ولم يبدأ بعد يوما في حكمه. حاول الزعيم عرفات إيجاد موطئ قدم جديد في لبنان يحمي به المخيمات الفلسطينية، وتمركز في الشمال بطرابلس، لكن خلافه احتدم مع دمشق، فشجعت سوريا أطرافا موالية فلسطينية بقيادة العقيد أبو موسى، وكان الحصار من جديد والقتال بمخيمات النهر البارد. ولم ينجو أبو عمار إلا بوساطة من الرئيس الفرنسي ميتيران والقوات الفرنسية التي أجلته من حصاره. رجع القتال إلى لبنان رغم خفوت حضور البندقية الفلسطينية، وعانى سكان المخيمات مجددا مرارة الظلم، وهذه المرة في الاقتتال مع ميليشيا حركة أمل الشيعية. رغم ابتعاد القيادة الفلسطينية عن ساحة المعركة، واصلت إسرائيل مطاردتها، فقامت بالهجوم على مقرات المنظمة بحمام الشط بضواحي العاصمة تونس في غرة أكتوبر من 85 و900 و1000. التحمت الدماء التونسية وامتزجت بالفلسطينية، ونجا عرفات بأعجوبة من الهجوم. شق السماء المدلهمة شهاب جديد أنار درب المقاومة. كانت الانتفاضة الفلسطينية حين أخذ أهل الداخل بزمام المبادرة النضالية، وشملت الثورة كافة الجهات والفئات، وبدأ أطفال الحجارة يدكون إسرائيل بما تيسر لديهم، وتفطن الكيان الغاصب لهذا الاكتساح المدوي، فخططت لاغتيال المنسق العام للانتفاضة خليل الوزير أبو جهاد، فتسرب كوموندوس إسرائيلي إلى تونس تحت غطاء سواح لبنانيين، تمكنوا ذات ليلة من أفريل 88 و900 و1000 من التسلل إلى مخدع الزعيم الفلسطيني في منطقة محاذية للقصر الرئاسي، واغتيل أبو جهاد وفر الجناة على مراكب تنتظرهم. كانت ضربة مجاعة لزخم الانتفاضة. انعقد المجلس الوطني الفلسطيني بالجزائر وقرر الاعتراف بالتقسيم وإنشاء الدولة الفلسطينية على أي جزء يحرر، وأعلن الاستقلال لدولة فلسطين، ما إن حلوا 90 و900 و1000 حتى حلت كارثة أخرى بالعرب عندما احتلت القوات العراقية الكويت. ومن جديد غابت القضية الفلسطينية عن صدارة اهتمامات العرب، وكان هجوم 30 دولة على العراق، فقد الفلسطينيون داعما ماليا أساسيا لهم بالخليج، وفقد آلاف الفلسطينيين عملهم بالكويت. بنهاية الحرب بالخليج فتحت قنوات التفاوض المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين بصفة سرية بالنرويج، وأعلن فجأة عن توقيع اتفاق أوسلو بين الخصمين، وتم التوقيع بالبيت الأبيض بين عرفات وإسحاق رابين. ضعف زخم الانتفاضة وتلاشى برجوع القيادة الفلسطينية إلى الأرض المحتلة، وتشكلت سلطة فلسطينية لأول مرة، حكم ذاتي في قطاع غزة وأريحة بدا واضحاً
أن هذا الرجوع إلى فلسطين مصيدة للقيادة الفلسطينية، وبدأت المماطلات في تنفيذ الاتفاقيات. تصاعد الخلاف بين جزئي فلسطين، الضفة الغربية حيث تسود حركة فتح، وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس التي تأسست في الثمانينات. وفي الأثناء وقع الملك حسين معاهدة سلام مع إسرائيل وأنهت الصراع بينهما. فشلت المفاوضات بين عرفات وأيهود باراك بإشراف أمريكي، وتلاشى اتفاق واي رايفر. فقام شارون بتحين الفرصة للقيام بعملية استفزازية بزيارته لحرم المسجد الأقصى، فاشتعلت شرارة الانتفاضة الثانية، انتفاضة الأقصى. اغتالت إسرائيل الزعيم المؤسس لحماس الشيخ ياسين، ثم تلاه خلفه عبد العزيز الرنتيسي. رجع شارون إلى السلطة وقاد حكومة حرب على سلطة الفلسطينية، اقتحم الضفة ونكل بمخيم جنين، ثم حوصر الرئيس عرفات في مقره القيادي تحت صمت عالمي وعربي. حصار انتهى باستشهاد القائد التاريخي للشعب الفلسطيني ورمزه العالمي إثر إصابته مسموماً بمرض غامض، نقل إثره إلى فرنسا حيث توفي. ادعيني بالشهادة يا رجل، في أطيب من هذه الشهادة في هذه الأرض المقدسة؟ انتخب أبو مازن رئيساً جديداً. دخلت إسرائيل في هستيريا دموية جديدة بقصف بيروت لكسر شوكة المقاومة اللبنانية، ولكن حزب الله الذي طرد القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان صمد في صيف 2000. ثم كان الزحف الدموي للقوات الإسرائيلية على غزة لاجتثاث المقاومة. لحق الدمار كامل القطاع، واستبسلت المقاومة رغم الدمار الشامل. كل هذا الصلف والإجرام الإسرائيلي يختصر في صورة الطفل الشهيد محمد الدرة، طفل يغتال تحت أنظار يبي في صورة أفزعت العالم بأسره. في ظل هذا الحصار الخانق الإسرائيلي، اندلع الخصام بين الإخوة ورفقاء السلاح والكفاح بين حماس وفتح، بلغ حد الاشتباكات وانقطع الوصل بينهما، وضمر حكم السلطة الفلسطينية برام الله. لم يفلح اتفاق مكة في رأب الصدع وتفادي الانشقاق. وفي الأثناء بلغت معاناة الشعب الفلسطيني ذروتها في المعيشة، وزادت إسرائيل في الفتك بالمقاومة. تم اعتقال القائد الميداني مروان البرغوثي الذي أضحى رمزا للصمود وعدم المساومة على الحقوق الفلسطينية. واليوم بلغ خطر الاستيطان الماحل للوجود الفلسطيني مبلغا ينذر بتلاشي ما تبقى من خريطة فلسطين العربية. فقد قطع الجدار العازل أوصال القرى والمدن الفلسطينية، واجتث الأهالي من ديارهم وسلبت أراضيهم. أما القدس فشهدت أكبر عملية مسخ باسم الأساطير الصهيونية، وحتى الأقصى بات مهددا بالانهيار بأنفاق محفورة بحجة البحث عن الهيكل المزعوم. وزاد إعلان البيت الأبيض بتفعيل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس اعترافا بها عاصمة لإسرائيل، زاد من تعميق الجرح الفلسطيني الغائر منذ القرن الماضي. القدس رمز فلسطين العربية، هي الفيصل وصوت أمل دنقل، لا زال يرج ضمير العربية حتى يرفض الظلم ولا يستكين لجبروت القوة. أترى حين أفقع عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما، هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى، لا تصالح، لا تصالح. لا. أمل فلسطين يتجلى في جمال نظرة الحزم والعزم للشابة الفلسطينية عهد التميمي، أيقونة الأسيرات الفلسطينيات، تتحدى صلف المارين عبر الكلمات العابرة، وتعطي أملا متجددا لصمود جذوة الكفاح الفلسطيني جيلا بعد جيل.
معا وسويا حتى يرفع شبل من أشبالنا أو زهرة من زهراتنا علم فلسطين فوق أسوار القدس ومهازم القدس وكنائس القدس. أيها المرون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل، ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة أيها المارون بين الكلمات. أقول لهذه العصابة العسكرية الحاكمة في تل أبيب، إن إذا كان أنتم بتعتقدوا أنه دم أبو جهاد واغتيال أبو جهاد ممكن أن يوقف الثورة، أو أن اغتيال أبو عمار ممكن أن يوقف الثورة، لا، أنتم واهمين. فإن هذه الدماء تنفرش في الأرض كما انفرشت في الأرض الفلسطينية اشتعالا ونارا. يريدوني إما أسيرا أو إما طريضا وإما قتيلا، لا، أنا بقول لهم شهيدا 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 شهيدا. أنا لا أنساك فلسطين، ويشد يشد بي البعد، أنا في أفيائك نسرين، أنا زهر شوق.